السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، صلاة الجرجير. نعرفوا الجرجير فيه عدة فوائد، نجمو تدخلوا على اليوتيوب تروا الفوائد نتاعو. عندنا هنا مغرفتي زيت الزيتونة، عندنا الملح، ملح الفلفل، عندنا عصير نص قرصة، خلطهم بالباهي. خلطهم بالبدا حتى يذوب الملح ويتجانسوا مع بعضهم، يتجانسوا مع الزيت ومع ناخذ الجرجير نقصوه، هذا المعدنوس عند هنا، رأس بصل صغير، عندنا كعبتين طماطم، قصهم بالطريقة هذه، عندنا كعب البرتقال قصوها، هذوما رميناهم بعد ما ريقلناهم، رميناهم في الفريجيدير، خرجناهم حطيناهم شويه لبرا، توا كمش
نزينه بيهم السلطه نتاعنا. سلطة الجزيرة نتاعنا تويكا حضرت، زينا بالجزر وبالبرتقال، سلطتنا صحية وبنينة فيها عدة فوائد، وتنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتروا الفوائد اللي في الجزيرة. ونتمنى انكم تشجعوا القناة، قناة مريم هاشتي، وتعملوا لي ابوني باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.